منذ 4 سنوات يعمل هذا الفريق التطوعي الذي يتكون من 60 شاباً على تجهيز الأطفال الأيتام بملابس العيد وإدخال الفرح إلى قلوبهم بعد أن غيب الموت آباءهم. أيمن أحد المتطوعين الذي لم تمنعه إصابته البليغة بالمشاركة هذا العام في كسوة العيد للأيتام، ويقول أن ما يقوم به هو واجب عليه، فهم أبناء مدينته. لأن أكو أيتام هواية يعني ما لهم رعاية وما لهم سند من أي أحد، ونحن واجبنا هذا تجاه المدينة إنه فرحة الأيتام وكسوتهم مع العيد. هاي كل عام انتم بهذا الشكل؟ كل عام. انا صار لي منضم بالحمله حوالي 3 سنين تقريبا. كل عيد احنا صغير، عيد الاضحى وعيد الفطر احنا نجهز ايتام. غالبيه الايتام هم من ابناء الشهداء، خطفت الحرب ارواح ابائهم وتركتهم يصارعون قساوه الحياه، ولا يعيشون الفرح الا عندما تمتد ايادي الخير لاجلهم. شو اسمك؟ مروه. شو اشتريت اليوم؟ حذاء. حذاء للعيد؟ ايه. من توفى ابوك؟ طقت عليه لقم وتوفى. ايش قد صار؟ صار 3 سنين ونص هيك. انت اختاريت لهم؟ انا اختاريت. عجبوك؟ ايه. ما بين 1000 إلى 2000 يتيم يتكفل هؤلاء الشباب بجمع التبرعات لهم وشراء الملابس. وهنالك فرق أخرى مثل فريق الموصل القديمة وفريق فرحة يتيم يهتمون أيضا بتوفير الملابس لآلاف الأيتام، لكن الموصل تغص بهم وسط غياب الدعم الحكومي. الدولة بس اللي نعرفه نحن وجماعتنا بقية المنظمات والفرق ما يقارب أكثر من 10,000 طفل بشكل نين وبشكل عام يعني. فمن يتمنى هذا الأطفال؟ فأغلب العيد يجهزون هي من فرق تطوعية والمنظمات. في كل عيد تشوف فلان فريق جهاز 500، فلان فريق جهاز 1000. يعني لو ما المنظمات ولا هذا الأطفال يعيدون بدون أي ملابس. حتى اليوم لا يوجد أي إحصائية رسمية لأعداد الأيتام في المدينة، لكن التقديرات تشير أن أعدادهم بالآلاف يعيشون في المجتمع وسط تحديات صعبة ومصير مجهول. ومع كل عيد يمر عليهم تمر معه غصة الفقد والألم والوجع. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.